السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايب قلبي؟ هنعمل روتيننا على السطح. متغدين بقى على السطح زي ما انتم شايفين كده، في محشي اهوت وفراخ مشويه. قلت بقى ايه، هغسل المواعين هنا على الحوض هنا، وهلم الغسيل بتاعي واروق السطح معاكم حبايبي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا حبايبي نبدا مع بعض. هلم بقى مكان الاكل كده واحط الزباله. مع البر اللي بتاع اهوت عن البر اللي بتاعنا اهو، نغسل بقى ايه المواعين على الحط كده. والشوايه هي ما كان ممكن تشوي الفراخ، سايباها تبوش في الحوض، اغسلها برضه. هيفات بقى كتير لمسيز يا حبيب قلبي. متعه والاكل والله العظيم متعه على السطح، بحب اكل على السطح. عملنا اكلنا وسوينا الاكل وعملنا وقعدنا على السطح كلنا. والهوا شايفين الهوا بيعمل الستار ازاي؟ الهوا جميل على السطح. زي ما انت بتغسلي، زي ما انت بتغسلي، بقول ما تنزلش بقى في اللايك او حد يبخل على مسوس باللايك. تنزل بقى في اللايك يا حبايب قلبي، هو حد يبخل على مسوس في اللايك؟ كل فيديوهات حلوه بعملها لكم، احلى فيديوهات اعملها لكم ان شاء الله. الصواني دي بنفرد فيها المحشي، صينيه للكروم وصينيه للمحشي ايه الكوسه والفلفل الباذنجان، نحطهم جنب بعض كده، اللي ياكل من ده ياكل واللي ياكل من ده ياكل. Thank you.
كده خلصنا المواعين بتاعتنا ووصلنا الشبكه بتاعت الشوايه اهي. ياسمين تعالي شيل، تعالي شيل ده ما تنزلهم تحت، وتعالي خد الغسيل. ازيكم عاملين ايه؟ يلا شيل هشيله وما اطلع اخد ال تعالي روح شيل معايا الغسيل. نزل الخضار ده معاك من خليك بقى الغسيل بتاعنا حبايبي. كنت لممنا على الحبل وحطينا عشان كانت ايه؟ الدنيا كانت بتشتي. كانت بتشتي عندنا. كميه الغسيل اهو، ننضف بقى ليه الركنه واكنسها. هات المخدة يا سن المجدة تحطها. هات يا بقى. كده نفضنا الركنه حبايب قلبي، سويناها وخليناها زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هنكدسها بقى بالشويه دولت عشان احنا كنا واكلين هنا وكده. طب فايفهم بقى لغايه ما اجي. يا حبايبي ايه رايكم؟ نضفت الدنيا اهو خليتها زي الفل. اغسل وقولي جاوبي. اغسلي ايديكي يا بنت المقلوبه، يا بنت المقلوبه اللي بتعرفيش حاجه خالص. هتروح عند بتاعها. هات
دي بقى. كده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الروتين بتاعنا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تصلوا كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.